أنا ياسمين محمود، متخرجة من الجي سي دفعة 2009، أوائل الدفعات اللي اتخرجت، وكان ليا opportunity حلو قوي وساوندنج حلو قوي في الماركت overall. أنا اخترت الفارماسي إن أنا أدخلها في الجامعة عشان كان وأنا صغيرة عندي حلم إن أنا عايزة أكيور الكانسر بيشنتس، أخترع الدواء بمعنى أصح. خلال دراستي في الجي سي علمت ان احنا مش بس بندرس حاجات فارماسي كريكولم، لا احنا كنا بندرس حاجات تانية زي اكسترا لانجوجز، اكسترا كورسز، الكتف كورسز، وده شويه اللي الجامعه بتهايلايت عليه خلال دراستنا، مش بس تدي الكريكولم بتاع اي فارماسيست. كنت بادئه شغلي قبل ما اتخرج بالظبط ب 8 شهور as a part timer في شركه اسمها زابتر انترناشونال as a sales consultant. بس اللي كان حلو في الموضوع ان انا نجحت فيه نجاح كويس قوي، وكنت awarded from the best sales among the period اللي انا اشتغلتها. وبعدين عملت shifting للpharmaceutical field which is Pfizer. I'm currently working as a global business analytics and insights project manager. مسؤولة ان انا اموتيفيت التيمز اللي انا مسؤولة عنها ان احنا نكرييت سيستمز اند داشبوردز عشان نشوف الفيو بيهايند النمبرز. كون ان احنا في الشركة عندنا ديبارتمنت زي ده وانا مسؤولة في الديبارتمنت ده على بروجكت، ده فرصة كبيرة بالنسبة لي واي دو نيد ان انا اد فاليو فيها. This is my best advice to work on yourself and develop yourself all the time.